لكن كمان محضرين لنا آراء الجماهير في مباراة النادي الأهلي وطبعا توقعاتهم لمباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد. نروح مع حضراتكم ونرجع مع الكابتن رمضان السيد. كل ماتش له ظروفه، بس طبعا انت عارف الدوري بقى صعب والنادي الاهلي برده مجهد والكلام ده كله. المباراه مالهاش توقعات، بس الاهلي هيكسب بس بصعوبه. وده كمان اول ماتش لعماد النحاس مع الاتحاد السكندري، وكان في فتره التوقف بتاعت بطوله افريقيا، كان بتاعت التصفيات الاخيره اقصد، في الماتشين الاخاره كان بيجهز الفرقه كويس، فاكيد هيبقى مباراه صعبه على النادي الاهلي، وان شاء الله يكون في توفيق للنادي الاهلي باذن الله. 2-0 للاهلي يعني. ان شاء الله 2-0 للاهلي. ان شاء الله الاهلي يفوز بكره ان شاء الله، ياخد 3 نقط عشان ياكد الصداره بتاع الدوري ان شاء الله. هنخش الماتش ونلعب ونعمل نتيجه كويسه ونحاول ناخد الثلاث نقط ان شاء الله ونكسب ان شاء الله. ممكن تكون 1-0. 4-3 للاهلي. ان شاء الله 1-0. ان شاء الله هتبقى مثلا 3-2 كده. 2-0 تقريبا ممكن.